Acolá. رسمت السوق بيني وبينك، قلت حلال عليك، ده سوق. خدت مني صفقة وخدت منك صفقة، قلت تجارة. أما توصل للحريم وببيتي، هو ده شغل العيال اللي ما فيهوش ريحة المرجل. وقلت لك قبل سابق يا تقاوي، صباع رجل اللي بتدوسه هيجي لك يوم توطي وتبوسه، وهو جا اليوم يا تقاوي. محفوظ حرك امشي. اخلص تكاوي. عشان تعرف انا بحبك هخلصك من الدنيا وقرافها. لا 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 فينو؟ ايش بتفتكر يا حاج؟ مش عايز اي حد يقرب من الحوش، ولو عرفت ان اي حد من العيال الضريبه دخل جوه هعلقك من رجلك. لا وامر مفهوم طبعا. الدير وزعهم على روح المرحوم. بس احنا بنوزع على الغلابه زي ما الست ماشيه معودانا وما بنقطعهاش عاده. ما تكترش في الكلام. حاضر امرك يا حاج. ربنا يعمر بيتك يا رب ويفك حبسه الست ماشيه وترجع لنا بالسلامه. ربنا يكرمك.